ودابا مع خوتنا الفلاحة نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة أهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على أهم الترتيبات اللي كتخاد في العملية ديال السقي الموضعي الكوتاكوت، وكلامنا في هذه الحلقة على المحطة ديال الضخ اللي هي حلقة مهمة في الري بالتنقيط. كنتم زبناء أو غير زبناء للقرض الفلاحي للمغرب، يمكنكم تسديد ضريبة سيارتكم في الحين وبكل سهولة. يضع القرض الفلاحي للمغرب رهن إشارتكم وكالاته البنكية، الشبابيك الأوتوماتيكية وحتى القنوات الرقمية بنكي أونلاين، وكذا عبر التطبيقات بسطامي وبنكي. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. فهاد المحطة كتعطي الضغط للشبكة، وهي محطة ديال التصفية كيتم اختيارها واعتمادها وفقا بزاف ديال المعايير، واللي من بينها مصدر ونوعية الماء المراد الاستعمال ديالو. وعادة ما كتكون المياه الجوفية عندها جودة عالية، يعني عندها حمولة ضعيفة، والمواد اللي كيحملها هاد النوع من الماء اللي هي الكلس يعني الكالكير، وفي بعض الأحيان حتى الحبات ديال الرمل. أما فيما يخص المياه السطحية فعادة ما كتهز بعض الأوحال اليابسة أو الطين وحتى الطحالب. وباش يكون لمصالح العملية الريس يدنا الفلاحة خصنا نديرو التصفية لتجنب اختناق المزروعات، ولهذا كتوضع المعدات ديال التصفية واللي كتسمى المرشحات أو المصفات، وكتوجد في أشكال وأنواع متعددة، من بينها نوعية التصفية المطلوبة حسب حساسية المزروعات. وكتعتبر التصفية الجيدة هي القاعدة الأساسية لنجاح نظام الري الموضعي أو بالتنقيط. فإذا كان الماء كيحمل معاه الرمل من الواجب وضع المرشح الحلزوني، وفي حالة المياه السطحية من الواجب إضافة المرشح الرملي، وبهذا إزالة كل المعلقات بالمياه حتى اللي كتكون مازال صغيرة. والمصفات اللي عندها الأسطوانات ماشي في الاستطاعة ديالها وقف المعلقات اللي كتكون صغيرة. فالصبيب ديال الماء خلال العملية ديال التشغيل مهم، وخاص الضبط دياله، لأنه كل ما كان المستوى كبير كل ما كانت مساحة التصفية اللازمة كبيرة، باش تكون حتى سرعة الرش ضعيفة ومرور الماء من خلال هذه المساحة بطيء وبفعالية مزيانة. سيادنا الفلاحة راه كاين مجموعة من المميزات والصفات اللي خاصها توفر في المحطة ديال الضخ، من بينها السهولة ديال تنظيف العناصر المرشحة وضعف الضغوط المطبقة على الشبكة، ومتانة المصافي والمواد ديال التصفية ومقاومتها للاجتهادات الفيزيائية والكيميائية بحال الصدى والأكسدة اللي كتعرض لها خلال العملية ديال التشغيل. ما تنساو سيادنا بالله راه كاين علاقة ما بين الجودة والثمن ديال الجهاز. الكلام ديالنا غدا غادي نتكلموا على علاقة الكوتاكوت بالعملية ديال التسميد، يعني وضع لانجري. سيادنا الفلاحة حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.